هما طبعا مش حاطين صوت، هما حاطين ايد الاب. 3 صور، ده لا إله الرسم المسيحي للثالوث. أسأل الله العفو والعافية. يفرق ايه عن اللي احنا شفناه هنا؟ الرسم الوثني ده الرسم الوثني ما يفرق شيء، لأن القرآن قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يفرق ايه؟ الآية في سورة التوبة، الآية في سورة التوبة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طيب الصورة اللي هتظهر قدام المشاهدين يا أخونا الأستاذ معاذ دي دي برضو نفس الموقف ها تقريبا. لو نلاحظ هنلاقي الحمامة في النص دي روح القدس، بنفس النص، نص موجود في إنجيل متى 3:16 و17، الآب على الشمال على اليمين والابن على الشمال. تمام. يعني عايز اقول شيء للمشاهدين والمسيحي قبل المسلم. التصور الان لقضيه الاقانيم، ما هو المسلم برضه يخلي باله. انا عايزك تعرف نقطه في القران، القران لما قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قد يقصد هؤلاء اللي بيخلوا الله جزء او بيخلوا المسيح جزء في الالوهيه والروح القدس ليه جزء في الالوهيه، وحاولوا يتصوروا هذا الثالوث. فلما تصوروه هم بيقولوا لنا احنا موحدين. خد بالك لما بنتكلم معاه بيقول لك انا موحد، انا مش مثلث، انا موحد، ده توحيد. فاحنا بنقول له الله سبحانه وتبارك وتعالى واحد في الذات والصفات. لو بصيت للتوحيد في الاسلام، توحيد الالوهيه ان تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بافعالك، تالهه وتعبده وتتوجه اليه. توحيد الربوبية أن تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بأفعاله هو، أن تؤمن أنه هو الخالق والرازق والمدبر سبحانه جل في علاه، هذا من توحيدك لله. توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن أن الله سبحانه وتبارك وتعالى له الكمال في صفاته وفي ذاته وله الأسماء الحسنى سبحانه جل وعلا، فإنه منزه عن كل نقص وعيب وخلل، ليس كمثله شيء، لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. لما حاول النصارى أن يثبتوا أو أن يتخيلوا هذا الإيمان الوثني، قضية التثليث، عملوا إيه؟ تصوروا أن الآب ده راجل كبير في السن عجوز زي ما شفتم الصورة، الإب شاب صغير، الروح القدس حمامة طيرة، وفي الآخر يقول لك أن الثلاثة دول إيه؟ واحد. معقول؟ معقول وماله؟ ده مش معقول، ده أي كلام فاضي معقول زي ما بيقول. عمر الثلاثة ما هيكون واحد. هذه مرفوضة رياضيا، هذه مرفوضة عقليا، هذه مرفوضة كتابيا، وليس عليها أي دليل. وهذا التصور الذي رأينا بالأدلة من كتب القوم وبالتصوير الفوتوغرافي اللي هم عاملينه والكتب موجودة، وشفنا تصورهم لقيناهم بيتصوروا الآب على إنه رجل كبير شيخ مسن، الابن شاب صغير حليوة كده أبيضاني إن كان في أوروبا، أسمراني إن كان في أفريقيا، على حسب المنطقة. خد بال حضرتك إن الابن عندهم في كل بلد ليه صورة مختلفة، في كل بلد ليه صورة مختلفة عن التاني. الروح القدس حمامة طايرة بهذا الشكل. هذه العقيدة عقيدة وثنية، هذه العقيدة لا تمت العقل والمنطق بصلة، هذه العقيدة ما نادى بها المسيح. السيد المسيح قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا ما نادى به المسيح صلى الله عليه وسلم. فإن أردتم الإيمان الحق فارجعوا إلى كلامه. ماذا قال لكم؟ قال لكم الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله أو بكلمة المسيح على حسب الترجمة، وهذا موجود في رسالة رومية الإصحاح 10 عدد 17. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أين الخبر الذي تؤمن به يا أستاذ؟ أيوة أنا بقول لحضرتك ولحضرتك يا من تؤمنون بالتثليث، أيها القمص، يا أبا جهل، يا من تصعد لترفرف على القناة وتقول أين المسلمون، أنا أقول لك الآن أتحداك أن تأتي بدليل أصيل أمام كل السادة المشاهدين، أن تأتي بدليل واحد أصيل في الكتاب المقدس يدل على عقيدة التثليث. فهل تستطيع؟ تقدر؟ طيب
ناخد اول اتصال كده في حلقتنا الليله ان شاء الله. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخ رضا. مرحبا. عليكم السلام شيخنا الحبيب وسام. الله يسعدك ويبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك يا شيخ. حياك الله يا شيخ وسام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. جزاكم الله خير على هذا الطرح الجميل، وبشكر قناه الخليجيه اللي هي اتاحت الفرصه لنا يعني، واحنا بنعمل ما طلب منا البابا شنو ده، ان احنا نرد، واحنا بنرد الان يعني. حضرتك بتتكلم على موضوع التثليث وبتتكلم على موضوع لاهوت المسيح. اولا موضوع التثليث وموضوع لاهوت المسيح ممكن تدميره اولا في خطوه واحده او خطوتين. الخطوه الاولى يا اخي الفاضل، الكتاب المقدس او المسيحيين عامه يؤمنوا ان المسيح جاء بسبب الخطيه الاصليه. نعم. او الخطيه الجديه او خطيه ابونا ادم كما يقولون. هذا الكلام كلام البابا شنودة الثالث في كتابه لاهوت المسيح صفحه 83 84 يتكلم عن مدانة الخطيه موجهه الى الله اصلا، اي خطيه ادم. والله غير محدود، اذا تكون خطيه غير محدوده، واذا كفر عنها فلا بد من كفاره غير محدوده. نعم. ولكن لا يوجد غير محدود الا الله وحده، لذلك كلا بد ان الله نفسه يتجسد ويصيغ ابن انسان حتى يكون بعمل الكفاره. نعم. اذا هذه الخطيه الاصليه هي اساس عقيده التجسد، اي تاليه الانسان يسوع، واساس عقيده الفداء عن طريق الصلب. والمسيحيه كلها باختصار هي تجسد وفداء، هذا التجسد والفداء مبني على خطيئه ادم. الان المسيح عليه السلام عندما سال رئيس الكهنه عن عقيدته، عن ايمانه، عن تعليمه في انجيل يوحنا الاصحاح 18 العدد 19 20، قال يسوع: انا كلمت العالم علانيه، انا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث اجتمع اليهود دائما، وفي السر لم اتكلم بشيء. يعني تعليم المسيح كلها كانت تعليم علانيه. الان لما نسال اي واحد مسيحي نقول له اين تكلم المسيح عن الخطيه الاصليه وهي اساس العقيده، اساس عقيده التجسد اي تاليه الانسان يسوع، واساس عقيده الفداء عن طريق الصلب، ليس هناك نص على الاطلاق من كلام يسوع يتكلم عن ادم او خطيئه ادم. بالعكس، لو عملنا بحث عن كلمه ادم في الاربع اناجيل لن نجدها الا مره واحده في نسب يسوع في انجيل لوقا الاصحاح 3 العدد 38: ادم ابن الله. اذا المسيح كمان دمر عقيده الخطيه الاصليه عندما قال في انجيل يوحنا الاصحاح 15. نعم. العدد 22 يقول يسوع: لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه. اذا الان الاساس العقيده واساس العقيده وموضوع الخطيه الاصليه واساس عقيده التجسد اي تاليه الانسان يسوع واساس عقيده الفداء يسوع لم يتكلم على ادم ولا خطيه ادم. يا شيخ وسام، موضوع الخطيه اتفضل. يعني حضرتك عايز تقول للساده المشاهدين ان كمان موضوع الخطيه الاصليه ما لهوش دليل؟ لا، مش كده بس يا فضيله الشيخ رضا. احنا بنتكلم الان يعني احنا بنرجع الى الاساس. ممكن تدمير الوهيه يسوع في خطوه واحده. اساس العقيده المسيحيه التجسد والفداء. نعم. طب نسال لماذا تجسد ولماذا فداء؟ يقول لك لان ادم اخطا. وهذا ليس كلامي. ارجع لكلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحه 83 84. طب السؤال المطروح الان، اين تكلم يسوع عن الخطيه الاصليه وهي اساس عقيده التجسد والفداء؟ ليس هناك نص واحد من فم يسوع تكلم عن الخطيه الاصليه، بل يسوع يقول في انجيل يوحنا 15 22: لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه. الطريقه الثانيه لتدمير الوهيه يسوع في خطوتين. الخطوه الاولى، ما في واحد مسيحي يؤمن ان يسوع هو الاب. الذي يقول ان يسوع هو الاب هذا مهرطق، دي هرطقه. لماذا؟ لان المسيح في الكتاب المقدس وضح هذا الكلام. انجيل يوحنا الاصحاح 5 العدد 31 المسيح يقول: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر، شخص غيري انا، سمون إلس، وانا اعرف اني شهادته حق. انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق، وانا لا اقبل شهاده من انسان، اي الشاهد الاخر الذي يشهد ليسوع ليس بشر. من هو الشاهد الاخر؟ العدد 37 يقول: والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي
لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. تمام. إذن الشاهد الآخر هو الآب. اثنين، المسيح يقول في إنجيل لوقا، الإنجيل يوحنا العدد 14-16، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر. يسأل المسيحيين من المعزي الأول؟ يسوع. من المعزي الآخر؟ الروح القدس. إذن يسوع ليس هو الإب، ليس هو متأسف، ليس هو الآب، يسوع ليس هو الروح القدس. ولو قلنا أن يسوع الآب يبقى هنا ما فيش تسليم. طب ممتاز. طيب هل يسوع أعلن صراحةً